نهارين روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لقائنا للادي مع عالم من أعلام التابعين، مع طاووس ابن كيسان. الحقيقة أسماء يمكن كتير مننا ما يعرفهاش، وإحنا محتاجين نعرف الجيل الفريد ده، الجيل اللي تربى بين يدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الجيل الجميل اللي ممكن يكون كتير مننا نعرف بعض الصحابة، وكتير مننا يعرف عدد كبير جدا من الصحابة، لكن برضو كتير مننا يعني ما يعرفش عدد كبير جدا من التابعين. ولذلك إن شاء الله يعني سأجمل لكم الموضوع ده كله إن شاء الله في مجلدين قريبا إن شاء الله بعنوان روائع التابعين، يبقى فيه ترجمة خاصة على الأقل بمية تابعي بقصص وعبر ودروس المستفادة من قصة حياة كل واحد منهم. ربنا يجمعنا وإياكم على خير دايما. طاووس بن كيسان كان من أهل اليمن، وأهل اليمن كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فطاووس بن كيسان كان من أهل اليمن، وكان اليمن في الوقت دوت كان الوالي بتاعهم كان محمد بن يوسف الثقفي. فاكرين الاسم دوت؟ محمد بن يوسف الثقفي اللي هو أخو الحجاج بن يوسف الثقفي. طبعا الحجاج بن يوسف الثقفي ده رجل يعني كان امير العراق من قبل بني اميه، وكان ظالما غشوما سفاكا للدماء. ولكن رغم كل دوت كان عنده شويه حسنات، وكان ليه برضه حاجات يعني برضه خير كان بيعمله. انما اخوه بقى محمد ابن يوسف الثقفي ده كان واخد كل السيئات بتاعه الحجاج بن يوسف، وعمره ما خد حسنة من حسنات الحجاج، يعني كان أسوأ من الحجاج ابن يوسف الثقفي. وإن كان الحجاج كان مشهور عنه لأنه كان يعني إيه، كان ليه مكانة وقدر أكبر منه، لأن كان طبعا كان إمرة العراق في الوقت ده كانت مليئة العراق بأهل العلم والعلماء الأكابر، وكان في صدام كبير جدا بينه وبين أهل العلم، فعشان كده كانت شهرته أكتر من محمد ابن يوسف الثقفي. في يوم من الأيام حب طاووس بن كيسان يروح لمحمد ابن يوسف الثقفي ويذكره بالله، لعل وعسى ربنا يكرمه ويشرح صدره كده انه يسمع ويعني ويبطل ظلمه يعني. فالمهم فرح له وخد معاه وهب بن المنبه، ودخل هما الاثنين على محمد ابن يوسف الثقفي. الحقيقه لما دخلوا عليه طبعا هو عارف مكانة طاووس بن كيسان وعارف مكانة وهب بن المنبه، فاستقبلهم استقبال طيب وقعدوا معاه وبدأ يذكروا بالله وبدأ يذكروا بالآخرة وبالجنة وبالنار. وهو ده يا جماعة هي دي وظيفة أهل العلم. أهل العلم يوم ما يتركوا قصور الأمراء والناس الأكابر لا يتركوها من أجل مصالح دنيوية، وإنما يتركوها من أجل أن هم يذكروهم بالله سبحانه وتعالى. فجلس طاووس بن كيسان يتكلم مع محمد بن يوسف الثقفي، فأعجب جدا بكلامه وتأثر به جدا لدرجة من كتر إعجابه به راح منادي الحاجب بتاعه وقال: يا غلام أحضر طيلسانا. طيب الصن ده كساء أخضر كبير كده وغالي جدا لا يلبسه إلا الخواص الناس الأكابر جدا. قال له: أحضر الطيلسان. وضعه على كتفي أبي عبد الرحمن اللي هو طاووس بن كيسان. حط فعلا الطيلسان على كتف طاووس بن كيسان، وابتدى طاووس بن كيسان عمال بيتكلم وعمال يذكره بالله ويندفع في موعظته. وهو بيتكلم كان متعمد أنه كل شوية يزحزح الطيلسان ورا لحد ما وقعه من على كتافه، وهو متعمد يوقع الطيلسان من على كتافه علشان ما ياخدوش، لان هو محمد بن يوسف الثقفي بعت له ده عشان ياخده هديه، فهو مش عايز ياخد منه اي حاجه هديه، لانه عارف ان الراجل دوت ظلم ناس كتيره جدا واكل اموال حرام كتيره جدا، فمش عايز ياخد منه اي حاجه. فقعد يتكلم وهو بيتكلم بقى يهز كتافه لورا علشان يوقع الطيلسان لحد ما وقع الطيلسان. مين اللي لاحظ الموضوع دوت؟ محمد ابن يوسف الثقفي. غضب جدا واتضايق جدا، ولكن لم يتكلم بأي كلمة، سكت يعني وعدى الموضوع، بس برضه الموضوع في دماغه وهو مش، فالمهم ففضل ساكت لحد ما خرجوا هما الاثنين
وهب بن منبه وطاووس بن كيسان خرجوا من عند محمد بن يوسف الثقفي. فوهب بن منبه بيلوم بقى طاووس بن كيسان، بيقول له يعني ما ضرك ان انت كنت خدت الطيلسان ده بدل ما تغضب الراجل ده وتقلبه عليك؟ يعني الراجل دلوقتي زعل وبان على وشه الزعل ووشه احمر وبص لك بصه كده كان متضايق، طب ليه؟ طب ما كنت خليت الطيلسان عليك وخده واطلع من عنده وبيعه وبتمنه تصدق بيه على الفقراء وما تاخدوش لنفسك. قال له هو ما قلت صح، كلامك مظبوط يا وهب، لكن المشكلة مش في كده، المشكلة ان انا لو خدت الطيلسان دوت وخرجت وبعته وتصدقت بفلوسه على الفقراء هيجي العلماء اللي بعدية هيقولوا نأخذ كما اخذ طاووس، ومش هيعملوا زي ما انا هعمل، هم هياخدوا زيي ومش هيبيعوا ويتصدقوا، هياخدوه لنفسهم وبس. فقال فكرهت ان يفعل الناس ذلك من بعدي فاكون اسوة سيئة. ففهم وهب بن منبه كلام طاووس ابن كيسان. تمر الايام ومحمد بن يوسف الثقفي مش قادر ينسى الموقف دوت لطاووس بن طاووس بن كيسان، ان يعني ازاي انا اديك الطيلسان هديه وانت توقعه على الارض وترد وتسيبه وتمشي وما تسالش فيه؟ يعني معنى كده بتستهين بهديته وترميها على الارض؟ فقعد يدبر له مؤامره وقعد يفكر ازله ازاي؟ اعمل معاه مكيده ازاي؟ افضحه ازاي؟ فراح جايب واحد من الحاشيه بتوعه وقال له دولت 700 دينار ذهب. قال له اعمل بيها ايه؟ قال له تروح لطاووس بن كيسان. لو قدرت باي طريقه تتحايل على طاووس بن كيسان وتديله 700 دينار ذهب وتخليه يقبلهم، وانا عارف انه مش هيقبلهم، بس لو قدرت تقنعه ان هو يقبل ال 700 دينار الذهب دولت، انا هكافئك مكافاه ما تحلمش بيها في عمرك، هديك قدهم 10 مرات بس خليه هو يقبلهم. فقال له حاضر. راح الراجل قارب بيت طاووس بن كيسان وراح مخبط عليه، والسلام عليكم. وعليكم السلام، ممكن اتكلم مع فضيلتك؟ اتفضل. قعد معاه، قاعدين بيتكلموا مع بعض، وبدا يدردش معاه ويساله بعض الاسئله ويعرف منه بعض الاحكام الدينيه الشرعيه. وفي الاخر قال له يعني الامير محمد ابن يوسف الثقفي بيرسل إليك ال 700 دينار الذهب دولت هدية بسيطة تستعين بها على علمك وكتبك وطلبة علمك، يعني حاجة كده تستعين عليها بدعوتك يعني. فقال له لا حاجة لي في هذا المال. قال له بالله عليك تقبل؟ قال له والله ما أريد شيء من الدنيا يا سيدي، بس عشان تعمل كده طب خدهم تصدق بيهم على الفقراء، طب روح بقى أكل بيهم اليتامى. قعد بقى إيه تعرف يفتح له مليون باب، وطاووس في كل ما يقول له كلمه يقول له لا حاجه لي بهذا المال. طب 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 اقول له حاجه، طب خليهم عندك واقعد فكر كده لعل وعسى، لو قبلتهم قبلتهم، ما قبلتهمش قول لي وانا اخدهم. قال له والله لا حاجه لي بالمال. فراجل يئس ومش عايز يرجع لمحمد بن يوسف الثقفي يقول له ان طاووس رد الفلوس، لانه لو قال له انه رد الفلوس معنى كده ان انا لم اوفق في المهمه ديت، معنى كده ان انا ممكن اتعاقب، وفوق ده كله كمان هو كان وعدني وهيديني فلوس كتيره جدا، فبالتالي انا هتحرم من الفلوس ديت وهتاذي. فقعد يفكر يفكر، في الاخر طلب من طاووس انه ياتيه بشويه ميه. دخل طاووس يجيب له ميه، والراجل بكل خبث ودهاء قعد يبص في البيت، فلقى فتحة كده في الحيطة، فتحة كده في الحيطة بتاعت طاووس بن كيسان، راح رامي فيها الفلوس وراح راجع مكانه. جه طاووس قدم له المية، شرب المية وسلم عليه وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، وكنت أتمنى تقبل المال لكن أنت يعني رفضته، قدر الله ما شاء فعل. وراح ماشي وراجع لمين؟ وراح راجع لمحمد ابن يوسف الثقفي. إيه اللي حصل؟ قال له الحمد لله قبل الفلوس. بتتكلم جد؟ قال له والله الحمد لله قبل الفلوس وتعبت معاه جدا وقعدت اكلمه واقنعه يمين شمال لحد ما في الاخر الحمد لله قبل الفلوس. قال له دي الجائزه بتاعتك، وراح صرف له جائزه كبيره. وبعد كام يوم محمد بن يوسف الثقفي بعدها مثلا بحوالي مثلا قول 15 20 قول شهر، فاهم بالك؟ بعد فتره كده راح باعت له 2 يكون اطمن ان ايه ان طاووس بن كيسان صرف فلوس. راح بعت له 2 وراحوا خبطوا عليه. قالوا له ايه؟ قالوا له يا امام يعني الحقيقه محمد بن يوسف الثقفي الامير كان بعت لك 700 دينار ذهبي، والحقيقه الرجل اللي كان جايب لك الفلوس غلط، ده هو محمد بن يوسف الثقفي كان باعتهم لواحد تاني والراجل غلط واداك انت الفلوس. فقال له انا ما اخذته مالا.
فلوس ايه؟ قالوا له ازاي؟ ده راجل حتى موجود معانا بره. قال لهم ادعوهم هاتوه. فراحوا باعتين للراجل، قال له تعالى، مش انت قلت ان طاووس بن كيسان اخذ منك ال 700 دينار ذهب؟ قال لهم اه قلت كده. فطاووس بن كيسان بص له قال له سالتك بالله انا اخذت منك مالا؟ قال له لا والله ما اخذتش مني ولا مال. قالوا له ازاي؟ امال وديت ال 700 دينار فين؟ قال لهم حطيتهم في بيته. فين؟ قال لهم في الفتحه ديت. طب امتى؟ قال لهم انا طلبت منه ميه ودخل يجيب لي الميه، عقبال ما جاب لي الميه كنت انا رميت الفلوس، لان كنت خايف ارجع اقول للوالي محمد بن يوسف الثقفي ان انا ما عرفتش ان انا اقنعه انه ياخد الفلوس. ف طاووس بن كيسان قال لهم خلاص دوروا على فلوس الفتحه. بصوا على الفتحه لقوا الفلوس زي ما هي، لقوا سره الفلوس زي ما هي، والعنكبوت عشش عليها، يعني هو ما قربلهاش ولا صرفها ولا جه جنبها. فخدوا الفلوس ورجعوا لمحمد ابن يوسف الثقفي واخبروه بالخبر. فكان يعني مش قادر اقول لك طبعا كميه الغل اللي كانت في قلبه على طاووس بن كيسان انه ما قبلش الفلوس. وطبعا مش هقول لك بقى عمل ايه مع الراجل الثاني اللي ضحك عليه وقال انا اديت الفلوس وخدها وخد الجايزه. طبعا بعد كده اكيد يعني ايه خدوا رواقه يعني الحمد لله. فشاهد في الموضوع شوف قد ايه كان عنده ورع شديد جدا انه يقبل مال من اي حد، حتى ان الطيلسان اللي اتحط على كتفه رده ورماه على الارض علشان ما يتقالش بعد كده ان طاووس بن كيسان دخل عند الامير وخد منه هديه. ناخد زي ما خد، ما هو راجل قدوه لينا وعالم من العلماء الكبار، فناخد زي ما خد. سبحان الله. فمحمد بن يوسف الثقفي لما اراد ان هو ينتقم من طاووس بن كيسان، ربنا سبحانه وتعالى كانما اراد انه يرد له الصعصعين. في يوم من الايام طاووس بن كيسان راح مكه عشان يحج، فلقى الحجاج بن يوسف الثقفي اللي هو اخو محمد بن يوسف الثقفي موجود هناك في موسم الحج، وعرف ان طاووس بن كيسان موجود فبعت له ودخل عليه فرحب بيه وقعد معاه وبدا يساله عما اشكل عليه من بعض المناسك ويساله عن بعض الاسئله ويساله ويجاوبه. وشويتين سمع الحجاج بن يوسف الثقفي واحد عمال بيلبي وبيصرخ وبيبكي قريبا من خيمه الحجاج ابن يوسف الثقفي. قال لهم علي بهذا الرجل هاتولي. فدخل فقال من اين الرجل؟ قال من بلاد اليمن. قال من بلاد اليمن؟ قال نعم. وطبعا من بلاد اليمن يعني من نفس البلد بتاع طاووس بن كيسان ومن نفس البلد اللي بيحكمها اخوه محمد بن يوسف الثقفي. قال كيف تركتم اميركم اللي هو محمد بن يوسف الثقفي؟ قال تركته عظيما جسيما، ليل ونهار قاعد ياكل. خد بالك، قال له لا مش بسالك عن كده، انا بسالك كيف تركته، احواله ايه وكيف سيرته فيكم؟ قال تركته ظلوما غشوما مطيعا للمخلوق عاصيا للخالق. فغضب طبعا الحجاج بن يوسف الثقفي وقال له يعني ما حملك على هذا؟ اما علمت مكانته مني؟ انت مش عارف ان هو اخويا؟ بتشتم اخويا قدامي؟ فقال له سبحان الله، اتراه بمكانه منك اعز مني بمكاني من الله عز وجل وانا وافد الى بيت الله سبحانه وتعالى. فسكت الحجاج ولم يتكلم كلمه، وابتسم طاووس بن كيسان وكانه عايز يقول له ده ربنا بيرد له الصعصعين ما دام هو كان عايز ينتقم مني ويشهر بيقول ان انا خدت الفلوس فربنا بيردها له حتى في غيبته. فتعالوا نكمل السيره الجميله لطاووس بن كيسان، ولكن بعد الفاصل. صلى على الحبيب. الملائكة في السماء مطهرين، ملائكة في السماء مطهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع طاووس ابن كيسان رحمه الله رحمة واسعة. في يوم من الأيام أمير المؤمنين سليمان ابن عبد الملك حب أن هو يروح ويحج إلى بيت الله الحرام، ولما وصل إلى الكعبة وطاف حول الكعبة بعدها بشوية نادى على إخواني وأحبابي وحاشيتي وقال لهم يعني التمسوا لنا عالما يفقهنا في دين الله. وش بلاحظ حاجة مهمة قوي، أني دائما لما أذكر لك أني خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين حج إلى بيت الله أو زار المدينة المنورة، أول حاجة يسألوا عنها إيه؟ رجل عالم يذكرنا بالله. شوف قد ايه العالم
لما يكون فعلا عالم بصدقه، عالم بيعمل بعلمه بفضل الله، الدنيا كلها تحن ان تسمع كلامه. ولذلك ياما حتى في عصرنا الحديث ياما في ناس افاضل، ناس افاضل بجد، امراء الدنيا كلها تتمنى ان هي تستقبلهم وتسمع كلامهم وترحب بهم في بلادهم. ليه؟ علماء احترموا دينهم واحترموا عقيدتهم واحترموا نفسهم وقدموا دعوه خالصه ابتغاء مرضات الله. ربنا يرزقنا اياكم الصدق والاخلاص يا رب العالمين. فسليمان بن عبد الملك سال قال لهم نبغي عالما يفقهنا في دين الله ويذكرنا بالله. قالوا له هذا طاووس بن كيسان سيد فقهاء عصري. فقال لهم يعني دعوه ياتي الينا. فدخل طاووس بن كيسان وعرف ان طبعا ان لقاءه بهؤلاء الناس بتبقى فرصه العمر بالنسبه للعالم حتى يذكر هذا الرجل بالله، لان بصلاح هذا الانسان تصلح الدنيا كلها. كما قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعه، قال والله لو كانت لي دعوات مستجابه لاختبأتها للسلطان. يا شباب المسلمين يلي ممكن تعترضوا على بعض اشياء في حكام او امراء او غير ذلك فتدعوا عليهم، بالعكس ادعوا لهم، ادعوا لهم ربنا ينفع بيهم وان ربنا يعني يرزقهم البطانه الصالحه وان ربنا يوفقهم لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. بصلاح هؤلاء الناس تصلح الدنيا. ليه؟ تخيل حضرتك لو انا عايز اتكلم مثلا عن امر شرعي، عايز اتكلم عن الحجاب، هقعد اتكلم انا واخواني الدعاء سنوات طويله، في استجابه لكن مش سريعه قوي. انما تخيل بقى لو ان حاكم من حكام المسلمين أو سلطان أو أمير وطلع قال من بكرة ما فيش ولا بنت تخرج إلا وهي محجبة، الكل هيسمع كلامه. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. شفت قد إيه؟ فمسألة مهمة جدا إن أنت تخش على حاكم أو على سلطان أو على أمير تذكره بالله بكل أدب وبكل رحمة وبكل حنان وترفع شعار البسمة والرحمة وأنزلوا الناس منازلهم. في الوقت ده الراجل ممكن ينشرح صدره لكلامك، لعل وعسى يكون أنت سبب في يعني ان الرجل ده يعمل حاجه تخدم دين الله سبحانه وتعالى ويخدم بها سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم فدخل طاووس بن كيسان على سليمان ابن عبد الملك فقعد يساله عن بعض الاشياء في مناسك الحج وبدا يستفسر عن بعض المسائل الفقهيه. ثم بعد ذلك لما انتهى امير المؤمنين من كل الاسئله اللي عايز يسالها، طاووس بن كيسان قال فرصه عمري بقى اقول له كلمه كده قبل ما امشي. قال يا امير المؤمنين، إن صخرة كانت على شفير جهنم وهي على شفير بئر من آبار جهنم وقعت من على شفير البئر فما وصلت إلا بعد 70 سنة، أتدري يا أمير المؤمنين لمن أعد الله عز وجل هذا البئر في نار جهنم؟ قال لمن؟ قال لمن ولاه الله عز وجل رعاية المسلمين فجار وظلمهم. فبكى سليمان بن عبد الملك بكاء شديدا وقال له جزاك الله عنا خير الجزاء. وفضل يقول له كلمة جزاك الله خيرا طول ما هو ماشي وخارج من عنده، فرحان جدا انه بيقول له كلمة زي كده، مش عشان يذكره بجهنم والآبار والصخور والكلام ده كله، هو عايز يقول له خد بالك خد بالك انت رجل فاضل، فاوعى تظلم في يوم من الايام واوعى تجور، لانك لو جرت ممكن يكون نصيبك النار، فانا بقولها لك حبا ليك وخوفا عليك. وفي يوم من الأيام لما تولى عمر بن عبد العزيز وبقى أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، بعث إلى طاووس بن كيسان وقال له يا طاووس أوصني. فكتب إليه طاووس رسالة في سطر واحد، قال له إن أردت أن يكون عملك خيرا كله فاستعمل أهل الخير والسلام. فلما وصلت الرسالة لعمر بن عبد العزيز قال كفى بها موعظة، كفى بها موعظة. فرح جدا بالكلمة ديت، فعلا إن أردت أن تفعل الخير فاستعمل أهل الخير والسلام. ولما قالت الخلافة إلى هشام ابن عبد الملك بعد ذلك وأصبح أمير المؤمنين، حصل بينه وبين طاووس بن كيسان موقف عجيب جدا جدا، الحقيقة رد عليه طاووس برد عجيب برضه، وكان سبحان الله يعني هشام برضه تقبل منه الكلام واقتنع بالكلمات الجميلة اللي هو قالها له. حصل إن لما قالت الخلافة إلى هشام بن عبد الملك كان يعني قدم إلى بيت الله حجا، فلما وصل إلى الحرم قال لخاصته من أهل مكة التمسوا لنا رجلا صالحا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا له الصحابة كلهم ماتوا يا أمير المؤمنين ويعني ولم يبق منهم أحد. قال أفيه؟ طب يعني ما فيش حد ممن رأى أصحاب رسول الله؟ قالوا له أجل، بقي أناس من التابعين ومن على رأسهم يعني طاووس بن كيسان. فقعد يفكر مين طاووس بن كيسان؟
قالوا له هذا عالم جليل و فقال لهم ائتوا به. فجابوا طاووس بن كيسان رحمه الله رحمة واسعة. فلما دخل عليه عمل أربع حاجات. الأربع حاجات دول يا جماعة يعني مش هقول لك يعني ضايقوا جدا أمير المؤمنين. أول حاجة لما دخل عليه خلعن عليه بحاشية بساطه. تاني حاجة سلم عليه من غير أن يدعوه بأمير المؤمنين، سلم عليه دخل عليه السلام عليكم يا هشام، ما قالوش يا أمير المؤمنين ولا سيادتك وحضرتك ومعاليك والكلام ده كله. الحاجة التالتة راح مخاطبه باسمه دون كنيته، يعني بدل ما يقول له مثلا يعني كان ممكن يقول له حتى يا أبا فلان، إنما قال له يا هشام باسمه. الحاجة الرابعة إن هو جلس قبل أن يأذن له أمير المؤمنين بالجلوس. استشاط هشام بن عبد الملك غضبا وضايق جدا وبقى يعني على اخره. فقال لطاووس ما حملك يا طاووس على ما فعلت؟ ايه اللي خليك تعمل معايا كده؟ قال له ماذا صنعت يا امير المؤمنين؟ قال له انت مش عارف انت عملت ايه؟ اول حاجه يعني دخلت خلعت عليك بحاشيه بساطي. النقطه الثانيه لم تسلم عليا بامره المؤمنين، ما قلتليش يا امير المؤمنين، سميتني باسمي ولم تكنني، ما قلتليش يا ابا فلان، قلت لي يا هشام. الحاجه الرابعه جلست من غير اذني. فضحك طاووس وقال يا أمير المؤمنين أما خلع نعلي بحاشية بساطك فأنا أخلعهما بين يدي ربي في كل يوم 5 مرات ولم يعاتبني ولم يغضب علي. بيقول له أنا كل يوم بخش المسجد وبخلع نعالي وبخش أقف بين إيدين ربنا كل يوم 5 مرات ومرة وما فيش مرة ربنا غضب علي ولا عاتبني في أن أنا بخلع نعالي. والحاجة التانية أنا لم أقل لك أو لم أسلم عليك بإمرة المؤمنين فليس كل المسلمين راضين عن إمرتك، يعني ما أردت أن أكون كاذبا، لو قلت لك يا أمير المؤمنين فمعنى كده أن كل المؤمنين راضين عن إمرتك، فمش كلهم راضين بأن أنت تكون أمير المؤمنين. الحاجة الثالثة أني ناديتك باسمك ولم أكنك، ما قلتلكش يا أبا فلان، قلتلك يا هشام، ما قلتلكش يا أبا فلان. لأن المولى عز وجل حينما قرأت في كتاب الله وجدت أن المولى عز وجل خاطب الأنبياء بأسمائهم، قال يا داود يا يحيى يا عيسى، وخاطب أعداءه بالكنية قال تبت يد أبي لهب وتب. فما أردت أن أكنك، ما حبيتش أن أنا أقول يا أبا فلان، فما فيهاش مشكلة تزعلك. والحاجة الرابعة إن أنا كون إن أنا جلست بغير ما استأذن منك فإني سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام بين يديه فكرهت أن تكون ذلك الرجل الذي عد من أهل النار. فأطرق هشام بن عبد الملك ونظر إلى الأرض وقال له عظني يا أبا عبد الرحمن، أنت ليك حق، أنا آسف، أنا فعلا ظننت أن أنت بتعمل الكلام ده كله استهزاء بيا، إنما أنت فعلا إنسان فاضل، قل لي موعظة يا أبا عبد الرحمن. فقال له يا أمير المؤمنين إن في جهنم حيات كالقلال وعقارب كالبغال تلدغ كل راع لا يعدل في رعيته. ثم قام وانصرف فبكى أمير المؤمنين حتى اخضلت لحيته من كثرة الدموع وقال له جزاك الله عنا خير الجزاء. امتدت الحياة بطاووس بن كيسان حتى ما سنه بقى 100 سنة أو أكثر من 100 سنة، يعني سنه كما قال الـ أهل السير إن سنه كان وصل 100 أو جاوز 100 بحاجة بسيطة. لكن الشيخوخة والكبر ما أثروش عليه ولا على علمه ولا ذاكرته، ما تأثرش خالص، لدرجة أن في يوم من الأيام يقول رجل اسمه عبد الله الشامي بيقول أتيت طاووسا في بيتي عشان أتعلم على يدي العلم، فخرج إلي شيخ كبير، واحد كبير في السن، فقلت له أنت الإمام طاووس بن كيسان؟ قال بل أنا ابنه. قال له أنت ابنه؟ يعني رجل كبير جدا في السن وأنت ابنه؟ يبقى على كده بقى طاووس بن كيسان كبر بقى وخلاص وخرف وفقد الذاكرة ومش عارف ينتفع بعلمه. قال له لا تقل هذا، فإن أهل القرآن لا يخرفون، ادخل عليه وستتلقى العلم على يديه، ادخل تعالى. قال فدخلت على طاووس وسلمت عليه وقلت لقد أتيتك طالبا علمك راغبا في نصحك. فقال له سل وأوجز، اسأل ويريد توجز عشان إيه أقدر أرد عليك بسرعة.
قال سأوجز ما وسعني الإيجاز في ذلك. فقال له طاووس: إيه رأيك، أتريد أن أجمع لك صفوة ما في التوراة والزبور والإنجيل والقرآن؟ تحب أجمع لك صفوة ما في الأربع كتب دولت؟ قال له نعم. قال: خف الله تعالى خوفا بحيث لا يكون شيء أخوف لك منه، وارجه رجاء أشد من خوفك إياه، وأحب للناس ما تحب لنفسك. يا سلام. وفي سنة 106 هجرية في يوم أو في ليلة 10 ذي الحجة فاضت روح الشيخ. إمتى يا جماعة؟ إمتى؟ عندما جاء في آخر حجة حجها اللي هي رقم 40. قلت لكم حج 40 مرة. اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب، وتابع لنا بين الحج والعمرة. في المرة 40 حينما فاض مع الحجيج من عرفات إلى المزدلفة وحط رحاله وصلى المغرب مع العشاء وأسلم جنبه إلى الأرض في مزدلفة، أراد أن ينام ليستريح في مزدلفة، وأجمل نومة تنامها في عمرك في مزدلفة على الأرض. هتشوف متعة ما بعدها متعة، وستجد راحة وسكينة ما بعدها راحة. فلما نام ليستريح أتاه اليقين وفاضت روحه إلى بارئها جل وعلا. كل الحجيج عرفوا بموت طاووس بن كيسان، اجتمعوا عليه، حاولوا يدفنوه، مش قادرين الناس يدفنوه من كتر الزحام ومن كتر حب الناس لهذا الإمام العلم. فما كان من والي مكة وأمير مكة إلا أنه بعت حرس علشان يخرجوا جنازة يعني طاووس بن كيسان ليلقى الله عز وجل، وقد مات محرما ودفن في إحرامه ليلقى الله عز وجل يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. حضر جنازته عدد كبير من المسلمين، وكان على رأسهم أمير المؤمنين هشام ابن عبد الملك. وفاضت روح طاووس إلى بارئها جل وعلا ولقي الله عز وجل، وقد مات في الحج. ومن مات في الحج يلقى الله عز وجل يوم القيامة ملبيا، يبعث من قبره وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني إلى آخر التلبية يلقى الله ملبيا. فأسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجمعنا به ومع باقة التابعين الأفاضل ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على حوض الحبيب محمد، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام